تمام، اهو الريكورد ابتدى يشتغل. احنا بنتكلم في المحاضرة دي على اساس ان الفيلم بتاع الأشعة ده جالك العيان، تمام؟ انا بس عايز ثانية واحدة كده ان المايك يشتغل عند اي حد. صعب قوي لما ثانية واحدة، ميوت اول. تمام، دلوقتي انا عملت ميوت للناس كلها. هشرح جزء جزء، وقبل ما انقل على الجزء اللي بعديه هبتدي ان انا اسال الناس لو حد عنده سؤال في الموضوع ده او لا. اتمنى كله ياخد باله ما يفتحش بقى الكاميرا بتاعته، او واحده تبقى مثلا في البيت وفاتحه الكاميرا وكده. لا، خلي بالكم بس ايه من الامور دي، تمام؟ عشان بعد كده المحاضرة دي هتبقى مسجلة عشان تترفع بقى بعد كده لأي حد حابب يحضرها، أوكي؟ تمام. دلوقتي إحنا بنتكلم في المحاضرة دي إن أنت دكتور في عيادتك، أنت دكتور في عيادتك وجات لك فيلم أشعة، هتتعامل إزاي مع فيلم أشعة ده؟ أو مثلا أنت دكتور بعت حالة تعمل أشعة عند أي مركز إن كان، سواء بشري بيطري، جالك فيلم الأشعة فأنت عايز تقرأ فيلم الأشعة ده. هنشوف بريف بس بسيط على الكواليتي كنترول بتاع الفيلم، تتأكد من إن الفيلم ده دايجنوستيك ولا الفيلم ده انكونكلوسيف محتاج إن هو يتعاد الشوط أو كده. وهنتكلم على شوية فنيات كده باختصار يعني في الأشعة. تركيزنا النهارده اكتر على السوفت تيشو، سواء لانج بقى او هارت وبلاد فيزلز في الثوركس، وسواء بقى انترنال اورجان في الايه في الابدومينال كده. لو حد عنده اي حاجه في النص كده حابب انه يسال فيها، الشات موجود يكتب على طول، ويا رب يا رب نعرف نشوف الشات ان شاء الله باذن الله. طيب هنبدأ، بسم الله. أول حاجة إحنا عايزين نسأل بعض ويبقى الموضوع تفاعلي برضو في الشات، يعني السيشن ده كله تفاعل. إيه الإنديكيشنز أو إيه الحاجات اللي أنا تخليني أقول أنا محتاج إن أنا أعمل أشعة للحالة اللي قدامي دي في العيادة؟ يعني إيه الإنديكيشنز؟ حد كده يكتب لنا الإنديكيشنز. وجهة نظركم ايه اللي هيخليك في عيادتك تقول ان انت محتاج تعمل اشعه؟ اول حاجه، في دكتور قال اكسيدنت، لو قط او كلب حصل له حادثه، حصل له وقع مثلا من دور عالي او ايا كان، فانا محتاج ان انا اعمل اشعه عشان ان انا احدد هل في كسور ولا مفيش كسور، هل في اي ابنورماليتي في السباينال كورد، في البونز. تاني حاجه الليمنس، الليمنس ايوه برضو، يعني في حيوان بيعرج، عايز اتاكد ان مفيش مثلا هيب ديسبليجيا، مفيش مشاكل في الفيرتبريز، مفيش مشاكل مثلا في العظم او اوستي ارترايتس او كده. شاكك في انترنال هيموريج، وان كان الانترنال هيموريج البسيط مش بيبان في الاكس راي، الانترنال اللي بيخطط في الشاشه، خلي بالك اللي بيخطط في الشاشه، الانترنال هيمورج البسيط مش بيبان في الاكس راي، انما لو سيجنيفيكانت وكتير بيبتدي ان هو يبان في الاكس راي. عايز اشخص مشاكل اللنج، تمام؟ اي حاله تجي لك العياده عندها مشكله في الريسبيريشن، ريسبيراتوري ديفيكولتي، مش قادره تاخد نفسها، بتكح، سواء upper respiratory sign أو lower respiratory sign، أنت سامع بالسماعة في crackles wheezes، في أي abnormal lung sound، مش هو ده الصوت النورمال اللي أنت بتسمعه. حاسس إن الحيوان ده الباترن بتاع الريسبيريشن بتاعه مش نورمال، إن هو اللي بيتنفس مثلا abdominal. المفروض إن الكلاب والقطط بتتنفس
ثوراكو ابدومينال، يعني زي البني ادمين، جزء كبير من النفس ثوراسيك وجزء بسيط ابدومينال. لا، الحيوان ده مثلا النفس بتاعه بيتنفس ابدومينال مش ثوراسيك، فانت محتاج تشخص مشكله النفس. يبقى ما ينفعش ان انت تدي ادويه لللنج او مضادات حيويه او ايا كان، موسع شعب، الحاجات دي كلها، من غير ما تعمل اكس راي وتشوف اللنج دي فيها ايه، لان كل مشكله في اللنج ليها علاج مختلف عن المشكله الثانيه. كمان عشان لو انت شاكك في اسبيريشن نمونيا برضو لازم تعمل ايه، اكس راي. إيه لو في كونستبيشن بقاله مده مش بيتعالج، مهم جدا. ساعات الاونر يقول لك اصلا الحيوان ما بيعملش بقاله 4 ايام ما بيعملش، وتيجي تعمل اكس راي تلاقي الكولون فاضي. فلو انت هتدي ملينات زيادة عمال على بطال، كون ان هو مش بيعمل والكولون اصلا فاضي، فممكن تؤدي الى ريكتال برولابس، فلازم تتأكد ان ده كونستبيشن. طب ولو هو كونستبيشن، هل هو حاجة كونستبيشن هيتحل بملينات، ولا هو اصلا عبارة عن ميجا كولون مستحيل يتحل لا بانما ولا بملينات ولا اي حاجة، ولازم له عملية؟ ففي الحالة دي انت محتاج فعلا تعمل اكس راي. طبعا الاشهر سسبكت فورين بودي، لو انا شاكك ان في جسم غريب بلعه القط او الكلب، فبالتالي ان انا بعمل اكس راي عشان اتاكد ان في اوبستراكشن ولا مفيش اوبستراكشن. هنتكلم عن الموضوع ده النهارده. اليورينري بلادر ستون، حالات احتباس البول، ويستحسن قبل ما تركب قسطره ان انت تاخد حتى شوت لاترال، عشان لو في ستون في اليوريثرا تبان معاك وتبقى عارف حتى تتدخل ازاي. اليورينري بلادر ستون برضو عشان في الاشعه بتبقى حجمها سيجنيفيكانت، ان انت تشوف حجمها عامل ازاي، وان انت تتابعها لو انت بتدي ادويه بالدواء بالحصوات تتابعها بالاكس راي حجمها بقى عامل ازاي. في بعض الحصوات بتبان في الاكس راي فاتحه او راديو اوبيك، وفي بعض الحصوات بتبقى راديو لوسنت، فبتحتاج ان انت تعمل زي كونتراست كده عشان تقدر تشوف ايه كمان. طيب من الانديكيشن بقى ان انت حاله جات لك هتعمل عمليه، ودي بيسموها كلاس 1. يعني كلاس 1 دوت، يعني العلماء كده لما قعدوا مع بعض اتفقوا ان البينيفيتس اكتر بكتير جدا من الريسك، وان مفيش اي ديبيت ان ممكن تتعمل. فاي تدخل بتلاقيه موجود في الكتب مكتوب عليه كلاس 1 معناها ان حسم الامر في الموضوع ده. فهو بيقول لك ان انت حيوان انت هتديله تخدير جنرال انسيزيا، محتاج ان انت لازم تعمل له شوت اكس راي، ان انت او تو شوت اكس راي، ان انت تقيم فيه حجم القلب، لان لو القلب فيه ابنورماليتي في الحجم بتاعه، فتبتدي ان انت تطلب للموضوع دوت رسم قلب وايكو، وتبدا تطمن من ناحيه حجم القلب. او لو في مثلا مشكله في اللنج لا قدر الله، فبالتالي انت لو بتخدر بانهاليشن انستيزيا هتبقى عارف ان الحيوان اللي انت هتديله انهاليشن انستيزيا ده اصلا عنده مشكله في اللنج، فبالتالي ده ممكن يأثر على البروتوكول بتاعك بتاع التخدير. كمان برضو لو انت مثلا حتى لو اوفاريوس سيروكتومي او كاستريشن، افرض انت الحيوان ده عنده رينوميجالي او عنده ابدومينال ماس او ايا كان، ده يبان في الاشعه. فمحتاج ان انت تقيم الوضع كله قبل ما تدخل في العمليه. ده الايديال، وده اللي لازم تعرف الاونر. طب الاونر معهوش فلوس، الاونر بيحكي معايا في الفلوس وبتاع، الاونر لازم يعرف الصح ويمشي على الصح، يا اما ما يمشيش على الصح، بس لازم يبقى عارف ايه الصح اللي المفروض يتعمل، وتبقى انت اديت رسالتك واللي عليك. من الانديكيشنز برضو للاكس راي ان انت تقيم حجم الاورجنز. انت مثلا في الفيزيكال اكزامينيشن انت شايف الليفر مثلا طالع عن الثوراسيك كيج مثلا، او شايف مثلا حاسس ان الكيدني بالبالبيشن للقطه ديت حجمها سيجنيفيكانت،
او شايف ان مثلا في بين بيحصل لما انت بتعمل بالبيشن للكرينيال ابدومين او مثلا للكودال ابدومين، او مثلا ان انت سامع abnormal heart sound، فانت محتاج evidence تاني يبقى معاك قبل مثلا ما تدخل لخطوة الايه، ان انت تعمل cardiac examination او ان انت تعمل echocardiography. فمحتاج ان انت حاجة تسبورت اللي انت سمعته بودنك، سواء بقى حجم للقلب كبير، سواء حاجة اسمها interstitial pattern بنتكلم عنها، كل الكلام ده. من الحاجات برضو الانديكيتيف قوي للاكس راي البليدنج اللي هو البلادي دايريا، حتى وان كان ان انت شايف ان الكلب اللي معاك دوت او القطه، والله دي ممكن تكون بانليكوبيني، دي ممكن تكون برض مش عارف ايه، بس لازم تتاكد ان هو مش بالع حاجه مجرحه الانتستين، مخليه البلادي دايريا دي شغاله وانت بتعالج في سكة والمشكلة سكة تانية خالص. برضو من الانديكيشن للاكس راي الترجيع المستمر اللي مش بيقف مع اي ادوية ترجيع، ميتكلوبروميد مش بيوقف الترجيع، اوندانسترون مش بيوقف الترجيع. فانت بتبتدي ان انت تشك ان لا قدر الله ممكن يكون مثلا في intestinal obstruction، ممكن يكون في أي حاجة gastritis، severe gastritis مثلا، أو شاكك إن يبقى فيه أي abnormality أو foreign body مخلية الحيوان يرجع. من الابنورماليتي برضو اللي أنت محتاج إن أنت تستبعدها أو تشخصها بالإكس راي حتة الريجربيتيشن، إن الحيوان اللي الهيستوري بتاعه إن هو بعد ما بياكل بيقوم مرجع، الأونر بيقول لك بيقوم مرجع، سواء بعد الأكل ب5 دقايق أو 10 دقايق أو نص ساعة أو ساعة أو ساعتين، ويقول لك بيرجع أكل مش مهضوم. فبالتالي إن هو الأكل بيتراكم في الأسوفيجس وبعد كده بيرجعه كارتجاع مريء مش ترجيع. فلازم تشخص مشكلة الأسوفيجس ديت بإن أنت مثلا تعمل كونترست ستادي في الاسوفيجس بالاومني اوبيك او اللي هي الايوكسول، دي صبغه هنتكلم عنها، تشوف الاكل وقف في الاسوفيجس ولا لا، يعني في مثلا ميجا اسوفيجس، في مثلا اسوفيجيال ريستريكشن في حته معينه، في اسوفيجيال دايفرتيكولم جيب في الاسوفيجس بيراكم الاكل وبيعمل مشاكل، هل في مثلا لا قدر الله اي ماس فوق الاسوفيجس او تحت الاسوفيجس ضغط عليه وبعينه في الاكس راي. فبتبتدي ان انت تقيم مشاكل الريجرجيتيشن، لان المشاكل دي بتبقى مؤرقه جدا جدا جدا، والاونر بيلف حوالين نفسه وممكن الدكتور يلف حوالين نفسه من غير الاكس راي. اي نعم مؤخرا بقى في اللي هي الفلوروسكوبي ريل تايم اكس راي، حاجه زي السونار اكس راي شغال على طول والحيوان بيبلع ويشوف مسارها في الاسوفيجس عامل ازاي ووقفت فين، وبيشخصوا بيه الجاسترو اسوفيجيال ريفلوكس اللي هو يبلع ينزل لحد الاستومك ويروح راجع تاني جزء منه للاسوفيجس، دي بتتشخص بالفلوروسكوبي. بس الاكس راي ممكن يكون يوسفول تول في الحالات اللي زي دي. طيب برضو من الحالات المهمة كانسر، سواء سكين كانسر او ماماري تيومر او اي تيومر موجود في الجسم، انت هتدخل بعملية هتشيله، كانسر مثلا في السبلين ايا كان، انت هتدخل بعملية تشيله. قبل ما تعمل العملية بتعمل اكس راي عشان تشوف هل في structural باترن او ميتاستاسيس في اللنج ولا لا، لان لو ميتاستاسيس في اللنج ساعتها البروجنوسيس بيبقى مختلف، ساعتها الدنيا بتبقى poor prognosis وهكذا. قلنا مشاكل اللنج، النمونيا، الارثرايتس، ان انت ترول اوت اي مشكله طبيه انت شاكك فيها، تستبعد رول ان او رول اوت اي مشكله انت شاكك فيها. هي تعتبر
تول فاست وايزي ميثود فور اكزامينيشن، لان مش بتاخد وقت لو انت ديجيتال اكس راي او ديجيتال بروسيسنج. وفي نفس الوقت في الكلاب بتبقى يوسفول جدا جدا، لان على الاقل في القطط بتقدر ان انت تعمل بالبيشن للاورجنز، تقدر تحس الاورجن ده كبير عن حجمه، الاورجن ده صغير عن حجمه، الاورجن ده في حاجه غريبه في الابدومن، فيه مش عارف ايه، بتقدر الى حد ما تحس الحاجات بايديك. انما بسبب الابدومينال بريشر بتاع الكلب، فبتبقى انت بتبقى عايز تعمل بالبيشن للاورجنز، بيبقى اكستريملي ديفيكولت. فدي تول حلوه ان هي تعمل بيها سكرينينج للابدومن، تشوف الحجم، الليفر عامل ازاي، السبلين، الكدني، الاورجنز في مكانها كويس ولا متحركه في مكانها وضغطه على حاجات تانية. فدي يوسفول تول جدا 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 في الاكزامينشن. الديجيتال اكس راي او الديجيتال بروسيسنج سواء سي ار او دي ار، سهل المهمه عن المانوال بروسيسنج، قلل التكنيكال ايرورز بشكل رهيب المتعلقة بالتحميض. ولكن طبعا السعر بيبقى يعني عالي جدا جدا. قبل ما نتكلم في الاكس راي، احنا لازم نتكلم ان السيفتي رقم واحد، يعني اوعى تكسل او تستسهل اي حاجة تتعلق بسلامتك. المريالة، الثايرويد بروتيكتور، ممكن لو تقدر تجيب اللي هي الجلاس بروتكتور بتاعت العين، لو تقدر تجيب الجلوفز البروتكتور بتاع الايد، على قد ما تقدر الشعاع بتاع الاكس راي اللي نازل ما يبقاش جايب اي ايد في الفيلد خالص، يبقى ايدك اللي انت بتعمل سكيورنج للحيوان تبقى بعيدة خالص عن الفيلد او الاريا بتاعت الاكسبوجر، عشان مع الوقت ممكن هو طبعا اغلب التيوبات بتاعت الاكس راي اللي في السوق اللي بنستخدمها في البيطري 30 ملي امبير، 50 ملي امبير، الحاجات دي مش بتبقى طبعا بالضرر بتاع التيوبات البشر اللي بتوصل 500 و300 ملي امبير والارقام الكبيره دي. الفيلم كواليتي، لو الفيلم متاخد لاترال اكس راي، الفيلم لو هو متاخد لاترال اكس راي، فانت بتشوف البادي بتاع الفرتبري، بتلاقي فيه علامة نايكي في الكرينيال بوردر بتاع البادي بتاع الفرتبري، علامة صح، علامة نايكي، تمام. فده بتقول ان الشوت متاخد لاترال بشكل كويس، اقدر ان انا اقيم بيه الدنيا وهو ايه متاخد لاتر، بيبقى البادي بتاع الفيرتبري عنده علامه نايكي في الكرينيال بوردر. طيب لو متاخد في دي او دي في، بيبقى في حاجه اسمها التير دروب، البروسيس بتاع الفيرتبري بتبقى شكلها عامل زي الدمعه، تير دروب، اوكي. فبالتالي ده بيقول لك ان بنسبة كبيرة الشوت متاخد في alignment مظبوط والدنيا مظبوطة، فتقدر تعتمد عليه لو انت مثلا عايز تقيم حجم مثلا الهارت او كده. لان لو الحيوان معمول له تيلتنج او الاشعة نازلة اوبليك، الحيوان مايل او الحيوان متحرك او كده، فبالتالي حاجة زي حجم القلب مثلا بتبقى اكبر من حجمها الطبيعي، فهتقول ده في مثلا كارديوميجالي، في تضخم في القلب، وهو يطلع المقاس بتاعه نورمال لو الدنيا اتاخدت في الاينمنت مظبوط. ده بالنسبه للكواليتي كنترول بتاع فيلم الاشعه. انما لو الحيوان مايل سنه شويه، يعني في ديفو معين كده، بس انت قادر توصل لتشخيص خلاص، اوكي اعتمد. بس في حاجات ما بينفعش ان انت تشخص بيها لو الحيوان مايل او الفيلم مش في ما فيهوش كواليتي كنترول كويسه، زي مثلا ان انت تقيم حجم معين ان ريليشن تو حاجه تانية.
زي ما قلنا كده، لو انت عايز تقيم حجم القلب او عايز تقيم مثلا حجم الكيدني مع حيوان مايل وانت عايز تقيمه مع فيرتبري، فالامور بتبقى صعبة شوية لو مفيش كواليتي كنترول للفيلم. طيب ده يعني في صورة هنا اللي هي الصورة دي، ده بوزيشنر ممكن تصممه عند أي حد بتاع تجليد، زي مرتبة كده أسفنج وبتبقى مجوفة بحيث إن الحيوان يبقى نايم فيها، معمول له بوزيشننج كويس بحيث إن الفي دي بتاعه يطلع كويس. يعني هو المشكلة أغلبها مش في اللاترال، اللاترال خلاص الحيوان نايم على جنبه خلاص ومشدود، الحيوان نايم على جنبه ورجليه اللي ورا مشدودة خالص ورجليه اللي قدام مشدودة، وبالتالي ما يبقاش مقرفص، ما يبقاش الحيوان مقرفص كده على نفسه. المشكلة كلها تكمن في الفي دي، إن الحيوان لازم يبقى متسنتر يعني نايم على الفرتبري ذات نفسها يعني، فهي دي ممكن تحتاج بوزيشنر يعني. إيه طيب، نقيم بصورة واحدة للإكس راي ولا صورتين؟ إيه ما ينفعش إن أنت تقيم أو تشخص بصورة واحدة. يعني أفضل حاجة إن أنت تعمل two orthogonal views، صورتين في زاويتين قصاد بعض، يعني مثلا lateral أو VD. يعني إيه lateral ويعني إيه VD؟ lateral يعني الحيوان نايم على جنبه اليمين. طيب right lateral recumbency، right lateral recumbency يعني الحيوان نايم على الرايت سايد بتاعه، يعني الجنب الشمال بتاع الحيوان هو اللي فوق والرايت سايد هو نايم على الجنب اليمين. طيب والليفت لاترال ريكمبنسي، ان الحيوان نايم على الجنب الشمال بتاعه، دي بنسميها ليفت لاترال ريكمبنسي. طيب ايه الفي دي؟ الفي دي يعني فينترو دورسال، يعني الاشعه داخله من بطن الحيوان وطالعه من ظهر الحيوان، من الدورسال بتاع الحيوان اللي عليه الكاسيت بتاع الاكس راي، يعني زي كده ادي بطن الحيوان، الاشعه داخله من بطنه وبعد كده طالعه من ظهره، فينترو دورسال داخله من الفنترال وطالعه من الدورسال. طب الدي في اللي هي الدورسو فينترال، يعني الاشعه داخله من الدورسم ورايحه للفنترال، يعني الحيوان نايم سيرنال ريكمبنس. لازم تو اورثوجونال فيوز، ما ينفعش ان انا أقيم حالة حيوان بفيو واحد. طيب الراديوجرافيك كونتراست ايجنت دي مواد أنا بحقنها بتساعدني إن أنا أعمل شوية ستاديز على الحيوان اللي قدامي عشان أوصل لدايجنوستس. في عندنا 4 أنواع منهم. أول نوع اللي هو الراديولوسنت جازز. يعني إيه راديولوسنت؟ الشيء الأسود في فيلم الأشعة بنسميه لوسن، والشيء الأبيض تمام في الأشعة بنسميه أوبيك. لوسن يا سين يعني إيه أسود، لوسن راديو لوسن، إنما الأبيض أوبيك، راديو أوبيك تمام، فبتبقى فاتحة. فالراديو لوسن جازز ده زي الهواء العادي، الكربون دايوكسيد، الهواء العادي بتاع الأوضة مثلا ولا حاجة، ودي بنستخدمها في بعض الستاديز زي مثلا السيستوجرام، إن بيتأحق عن هواء جوه اليورينري بلادر عشان يتشاف بعض أنواع الحصوات مثلا. طيب في حد عمال بيخطط، أنا عايز ألغي الأنوتيشن. Is all clear؟ تمام. اوكي، فده الراديو لوسنت جاسس. الانسولابل انرت راديو اوبيك ميديوم يعني ايه الموضوع ده؟ ده بيبقى زي الباريوم تمام، الباريوم ميل، وده للأسف دلوقتي خلاص بقى كونترا انديكيتد. يعني الكلام القديم كله كان بيتكلم ان الباريوم ميل
وبلعوا بريم عشان نشوف الاوبستراكشن والكلام ده، انما دلوقتي بقى في مشاكل كبيرة بتيجي من الباريوم، بقى ليها بدايل سيفر ذان الباريوم. الباريوم لو الحيوان حصل له اسبيريشن بالباريوم هيحصل له اسفيكسيا، هيختنق ويموت، لانه بيقفل كل البرونكايز والبرونكيولز. لو الحيوان عنده جاستريك ألسر او جاستريك بورفريشن او انتستاينال بورفريشنز هيترسب بالبروتينيوم ويموت الحيوان. لو الحيوان عنده اوبستراكشن فده بيعمل زي شالكي ماتيريال زي الصلصال قبل الاوبستراكشن، فبيعك الدنيا وهايلي ريتنت للانتستين، فهيبوظ معاك الدنيا جامد. فبديله بنستخدم حاجه اللي هي اسمها سولبل نون ايونيك راديو اوبيك ميديوم، اللي هي الايوكسول، او اللي هي اسمها اومني اوبيك. اومني اوبيك دي بتبقى انرت لو الحيوان لا قدر الله شرق فيها ودخلت اللنج سيف، الدنيا تمام مفيش مشكله. لو في برفوريشن ودخلت في الابدومن مفيش مشكله. لو انت بتحقنها مثلا في يورينري بلادر وفي اصلا يورينري بلادر رابشر ونزل في البريتونيوم برضو مفيش اي مشكله فيها، بس هي عيبها ان هي غاليه شويتين. تمام. السولوبل ايونيك راديو بيك ميديوم زي الصبغات الايودين، ودي بيتعمل لها اكسكريشن من الكيدني، وبيبقى يعني مشاكلها ليها مشاكل كتيرة. تمام. فأفضل نوع ممكن نستخدمه في الفيترينري براكتس هو السولوبل نون ايونيك راديو اوبيك ميديوم اللي هي الاومني اوبيك. طيب هندخل في حاجة اسمها برضو يعني تبعنا الراديو اوبيك الراديو جرافيك ارتفاكت. انت مثلا جالك فيلم اشعة، يعني ازاي تحكم ان فيلم الاشعه ده او تقدر تشخص فيه، زي ده برضو من الكواليتي كنترول. و امتى تقول لا انا مش هقدر اوصل لدياجنوزس، او لا فيلم الاشعه ده مش كونكلوسيف بالنسبه لي، او لا يعتمد عليه في ان انا اشخص. في مشاكل بتقابل الديجيتال بروسيسنج، زي ان الفيلم كله يبقى تو لايت، فاتح قوي باهت قوي، او ان الفيلم كله بيبقى تو دارك. تو لايت معنى ايه؟ يعني زي اللي فوق ده الدنيا باهته قوي فاتحه قوي، فانا مش قادر احدد الليفر او حدود الكيدني، او مش قادر اشوف الاورجانز بشكل كويس. كذلك اللي تحت ده يعني انا شايف اللنج الحته صغيره من اللنج دي الدنيا سايحه فيها، حتى مش شايف البلود فيزلز اللي جاي فيها، مش شايف كودا بينا كابل اللي المفروض كان يبقى هنا، حاسس الدنيا تحت سودة قوي 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 قوي. فده ده poor quality X-ray film. طيب ايه سبب ان الفيلم يبقى تو لايت اصلا؟ ان السبب ان مثلا المسافة بين التيوب وبين الحيوان كبيرة اكبر من الطبيعي، اللي هي اصلا المفروض تبقى في حدود متر، يعني من 85 ل 95 سنتي. فمثلا لو المسافه بعيده فبالتالي بيحصل اكزوشن للاكس راي اللي نزلت هيت الحيوان، فبالتالي الدنيا بتبقى الاشعه بتبقى ضعيفه على الثيكنس بتاع الحيوان ده، فيظهر لك الفيلم ان هو باهت قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في زي ما تقول under estimation للبادي thickness. يعني مثلا حيوان تخين وانا عملت معاملة الحيوان الرفيع بسيتنج قليلة عشان ان هو مثلا ايه اكنه اتعامل معاملة الحيوان الرفيع، فبالتالي الاشعة اللي نازلة قوتها ضعيفة فعملت لك الفيلم كله تو لايت. او ان الاشعة ذات نفسها السيتنج بتاعتك وانت بتظبطها كنت مقلل البارامترز او المعاملات بتاعت الاشعه زي الملي امبير والكيلو فولت والحاجات دي. طيب ايه اللي يخلي الفيلم يظهر تو دارك سويد جامد؟
اللي يخلي الفيلم يظهر فيه دور العكس بقى، يعني يا اما الفيلم كاسيت ديستنس قريبه فبالتالي الاشعه نازله حاميه قوي على الحيوان، قويه قوي على الحيوان، او ان مثلا في اوفر استيميشن للثيكنس بتاع الحيوان، ان الحيوان ده ذات نفسه يعني رفيع مثلا او الثيكنس بتاعه مثلا 10 سم، فانت عملته معامله الحيوان البادي ثيكنس بتاعه 15 سم فحطيت معاملات عاليه، فبالتالي الفيلم اسود، او زودت الكيلو فولت فالفيلم اسود معاك، الاكس راي فيلم اسود معاك، او ان انت تبقى بادئ بسيتنجز عاليه فبالتالي ان السيتنجز العاليه دي بتسود لك الفيلم. يعني انت لو في العياده بتاعتك في اكس راي ماشين واوتوماتيك بروسيسنج اللي هي الديجيتال بروسيسنج سواء دي ار او سي ار، طلع معاك الفيلم باهت، كل اللي انت هتعمله ان انت تزود الكيلو فولت بتاعك وان شاء الله الدنيا تظبط، طلع معاك الفيلم سويد خالص، كل اللي انت هتعمله ان انت تقلل الكيلو فولت شوية والدنيا هتظبط معاك. لو انت بعته لزميل وجاب لك الصورة باهتة قوي كده، قول له معلش خد شوت تاني وانت مزود الكيلو فولت وهكذا، او لو جايب لك الصورة سودة برضو ايه تقترح عليه الموضوع ده. ده بما يخص الارتفاكت اللي انت ممكن تشوفها في الديجيتال بروسيسنج، يعني ده في الغالب هي دي مشاكل الديجيتال بروسيسنج، والموضوع بسيط بتعيد الشوت وخلاص. انما المانوال بروسيسنج مشاكله كتير صراحة، لو الفيلم طلع معاك فاتح قوي او باهت قوي يعني معناها ان انت ما حطيتوش فترة كفاية في الديفلوبر. المانوال بروسيسنج اللي عنده مانوال بروسيسنج ده بيبقى 3 تنكات، تانك ديفلوبر، تانك ووتر، والتانك الاخير بيبقى فيكسر. فانت مثلا حطيته في ديفلوبر وقت قليل، ما حصلش ديفلوبمنت للصوره في الفيلم بتاع الاشعه، او ان انت في الشتاء في نوت ساقعه، المحاليل ساقعه فالاحماض ساقعه، ف يعني كفاءتها بتقل لما بتبقى ساقعه، عشان كده بيبقى فيه سخان هيتر للتنكات، بيبقى زي عصاية كده بتحطه في التنك وتفضل تقلب لحد ما تحس ان التنكات بقت المية اللي فيها فترة، وتبتدي ان انت ايه تصبغ الفيلم بتاعك، او ان الكيميكالز دي شغالة معاك بقالها فترة كبيرة جدا، اكتر من 3 شهور او 4 شهور 5 شهور وما اتغيرتش، فبالتالي حصل اكزوشن للديفلوب الفيلم. ان هو يبقى تو دارك معناها ان انت سرحته ونسيته في الديفلوبر، قعدته في الديفلوبر وقت طويل، او ان وانت بتسخن الاحماض سخنتها لحد ما بقت دافيه قوي فالمحاليل بقت حاميه على الفيلم، فممكن تحرق الفيلم تخليه كله تو دارك، او ان انت تكون لسه يا دوبك حالل المحاليل طازة جديدة، المحاليل لما بتبقى طازة ولسه انت حاططها في التانك تبقى حامية قوي، ما بتاخدش ثانية ولا حاجة وبتعمل الشكل، يعني بتطلع الصورة كويس. المشاكل دي مش بتلاقيها في الاوتوماتيك بروسيسنج يعني. طيب البراون ستين دوت من الحاجات اللي بتبقى شائعة برضو في المانوال بروسيسنج، ودي بتبقى بسبب ان الكيميكالز لسه موجوده على الفيلم بتاع الاكس راي، فيستحسن بعد ما خلاص عملت فيكسيشن للفيلم بتجيب ميه حنفيه شغاله ولا حاجه، تحط الفيلم ويعني تمسحه كويس جدا بحيث ان هو ايه اي كيميكالز عليه تختفي، لان الكيميكالز دي بتفضل تاكل في الصوره لحد ما تلاقيها مثلا بعد اسبوع بقت الصورة ما بقتش دياجنوستيك، بتلاقي الفيلم ايه باظ بسبب البراون ستين او الكيميكالز اللي عليه. الحاجات اللي بتواجهنا بقى كتير قوي في المجال البيطري هي الموشن بلور، ان الصورة بتبقى بلور زي اكنك بتصور حد بكاميرا موبايل وهو بيتحرك كتير كده، فايه يحصل بلور في الصورة وانت مثبت الحيوان على الكاسيت، فتلاقي ان
الحيوان اتحرك، فبالتالي حصل ايه بلور للصورة بعد البروسيسنج، ودي للأسف ملاش حل، لازم انت تاخد شوت من أول وجديد. لو انت الحيوان فيوريوس قوي وعنيف وبيتحرك وكده، ممكن تديله مايلد سيديشن زي بروبوفول ولا حاجة كده، بحيث ان هو يبقى هادي ولايت سيديشن كده، لايت سيديتيف، وتعمل له ايه بوزيشننج على الكاسيت، وتاخد الشوت وهو ايه هادي. ساعات البلور موشن ديت او الموشن بلورنس بتظهر لو الحيوان ده مش قادر ياخد نفسه وعمال يتنفس بشكل سريع تاكيبنيا، فبالتالي بتلاقي ان صدره عمال يتنفس يطلع وينزل يطلع وينزل، فبالتالي بيحصل البلور موشن ديت في الرئه، ودي بتبقى صراحه من الحاجات الرخمه قوي قوي قوي. التري باترن ده بتبقى في المانوال بروسيسنج اكتر نتيجه الاستاتيك الكتريستي. يعني ايه الكلام دوت؟ ان انت لابس صوف وانت بتتعامل مع الفيلم بتاع الاكس راي اللي انت هتحمضه مانوال في التنكات، او الدنيا ساقعه جدا، مفيش مثلا رطوبة، الجو جاف جدا جدا جدا، فبالتالي الستاتيك الكتريس دي بتظهر في الفيلم بتاع الاكس راي بشكل زي وميض كده، يعني بشكل زي تري كده. فالحل ان انت يعني امسك حيطة جنبيك مثلا عشان تفرغ الشحنات، اقلع الصوف اللي انت لابسه سواء لو كوفية او ايا كان، حاول تخلي مثلا في أجهزة بتطلع بخار مية كده عشان تعمل رطوبة في المكان، لو أنت في بلد مثلا الدنيا جافة جدا جدا جدا، زي الرياض، الناس في الرياض بيمشوا بيكهربوا بعض بسبب الاستريس الكهربائي. ف يعني تحاول إن أنت إيه تتجنب حتة إن يبقى الجو جاف أوي. من المشاكل برضو اللي ممكن تشوفها في المانوال بروسيسنج هي حته السولاريزيشن. يعني ايه سولاريزيشن؟ ان حد جميل كده عندك في العياده يدخل عشان يدفعوا الفضول كده يشوف الفيلم دوت اللي انا مش بعرف اشوفه في الاوضه الضلمه دوت شكله عامل ازاي، فيروح فاتح العلبه بتاعت الافلام والنور، نور ربنا شغال تمام او نور الاضاءه شغاله، فيحرق لك العلبه بتاعت الافلام، فاي فيلم تيجي تعمل له تاخد شوت عليه وتحمضه وكل حاجه يطلع لك بالشكل ده، سولاريزيشن. ده معناه ان الافلام بتاعتك كلها اتحرقت، الافلام كلها اتعود عليه تروح تشتري علبه بس. من ال ابنورماليتيز برضو اللي هي كيسنج ديفكت. ايه الكيسنج ديفكت دوت؟ ان انت بدل ما تسحب من علبه الافلام فيلم، طلع معاك فيلمين لازقين في بعض حطيتهم في الكاسيت اخدت الشوت، فتلاقي ان الدنيا يعني في فيلم هنا اهو مثلا وفيلم تاني فيه، فده بيسموه ايه الكيسنج ديفكت. حد عنده اي استفسار في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ انا هفتح الـ يعني اي حد عايز يفتح المايك ويسأل مفيش مشكلة، قبل ما ندخل التراسك راديولوجي ازاي، ونبدأ بقى موضوع المحاضرة بتاعنا. لو جالك فيلم أشعة تعرف إن أنت تقراه إزاي. اللي يسأل ما يبقاش حد لسه داخل وبيسأل على حاجة قديمة خالص في المحاضرة، أو حاجة النت قطع عندها أو الصوت قطع عنده، لأن المحاضرة مسجلة وهتنزل بعد كده. اللي يسأل يسأل في حاجة مثلا هو مش فاهم جات إزاي أو عمل إزاي. ايوه لو سمحت يا دكتور، ايوه الصبغات اللي انا بستخدمها لازم بستخدم حاجه من دول ولا ممكن اعمل الاشعه من غير ما استخدمها؟ هو طبعا ممكن تعمل اشعه من غير ما تستخدم اي صبغه، اللي هي بيسموها بلين اكس راي. بلين اكس راي ديت يعني بدون اي صبغه. الصبغات ديت عشان تسهل عليك شغلك في حاجات، في بعض الامراض اللي عشان تتشخص لازم تستخدم ليها صبغه.
يعني زي مثلا زي ما قلت لك المشاكل بتاعت الاسوفجس دي، لا دي ما ينفعش تبقى بلين اكس راي، دي لازم صبغه. مشاكل مثلا الاوبستراكشن، عشان تفتح عمليه وتخدر وتفتح وتشيل اوبستراكشن، لو المشكله مش باينه في البلين اكس راي ولسه عندك اي شك، مش هينفع تفتح على شك، لازم تعمل صبغه وتتاكد ان الصبغه ما مشتش وقفت عند حتة معينة، فتفتح وتشوف الموضوع. تمام. هو عامة الحتة اللي انت الجنب اللي هو هتنيمي بيه عليه الحيوان، يعني الجنب اللي قصاده هو اللي هيبان أكتر. يعني لو انت نايمها رايت لاترال ريكمبنسي، الاورجنز اللي في الليفت هتبان لك اكتر. ليه؟ لان في حاجه اسمها الماجنيفيكيشن. ايه الماجنيفيكيشن ده؟ الماجنيفيكيشن دوت ان زي بالظبط كده، يعني اعمل ايدك كده عند ال اهي عند الحيطه اهو. بص الظل اللي تحت ايدي، الظل اللي تحت ايدي في الاكشوال سايز بتاع ايدي ذات نفسها، لما ببعد بقى الظل بيبتدي يبقى اكبر من ايدي، فالحته اللي ابعد عن الكاسيت هي اللي هتظهر بشكل ماجنيفايد او بشكل كبير. امتى نايم الحيوان يمين او شمال؟ هو دي هنتكلم عليها دلوقتي. انايم الحيوان يمين رايت لاترال ريكمبنسي، ده كستاندرد بوزيشن لاغلب الحيوانات اللي انا عايز اخد ده اكسلي، ده نايمة على جنبها ليه. طيب امتى انيمه بي دي؟ يبقى نايم على ظهره او نايم على السيرنم. الستاندر برضو ان هو يبقى نايم على ظهره. طب مثلا حيوان مش قادر يتنفس، بتيجي تنيمه على ظهره خلاص بيطلع في الروح وعنده ريسبيراتوري ديفيكولتي والدنيا معاه بايظه خالص، انا لو نايمته على ظهره هبقى انا حاطط لود عليه ان هو يتثبت في وضع بيخليه مش قادر يتنفس، فبالتالي الافضل والاريح والاسلم ان انا انيمه السيرنال ريكمبنسي عشان ما يبقاش فيه اي كومبريشن على اللنج بتاعته ويبقى قادر ان هو يتنفس. دي مثلا. حد عنده اي سؤال تاني؟ تمام، ندخل بقى على الثوراسيك راديولوجي. طيب الستاندرد بروجكشنز في الثوراسيك راديوجرافي، لازم زي ما اتفقنا انا عايز اشخص اي مشكله لازم اخد حاجه اسمها تو اورثوجونال فيوز، لازم اخد لاترال ريكمبنسي وفنترو دورسال ابروتش، ما ينفعش ان انا احكم بزاويه واحده ايا كان، ما ينفعش ان انا احكم بزاويه واحده. طيب الروتين زي ما قلت لكم رايت لاترال ريكامبنسي ودورسو فنترال، لو انا عايز اشوف كاردياك نفس النظريه بتاعت ان انا اشوف الحاجه بالاكشوال سايز بتاعها، القلب بيبقى استرنال تمام قريب من الاسترنم، فبالتالي لما يبقى قريب من الكاسيت هيبان لي بالايه، بالاكشوال سايز بتاعه، مش هيحصل ماجنيفيكيشن. ده رقم واحد. رقم اتنين، حالات الكاردياك بتبقى ممكن عندها respiratory difficulty، فلو نايمته على على ظهره ممكن يقطع نفس معاك. طيب لو انا عايز اعمل سكريننج للميتاستاسيس، عايز اتاكد ان مفيش ورم في اللنج، ساعتها هاخد 3 فيوز، هاخد رايت لاترال ليفت لاترال وهاخد فنترو دورسال تمام، وممكن اضطر اخد دورسو فنترال كمان. ليه رايت لاترال وليفت لاترال وفنترو دورسال؟ لان انا بدور على نديول، النديول ده ممكن في رايت لاترال ما يبقاش باين، انما لو ليفت لاترال يحصل له ماجنيفيكيشن ويبان، فبالتالي انا لازم اخد 3 فيوز لو انا بدور على نيوبلاستيك انفلتريشن او نيوبلاستيك ميتاستازيس او ستراكشرال باترن في اللنج بسبب اي بسبب اي يعني تيومر. اوكي
طيب لو انا خدت فيوهين وشايف ان الدنيا مش كلير بالنسبه لي، فبالتالي ان انا باخد فيو قصاده، لو خدت رايت لاترال وفي دي ومش شايف حاجه كونكلوسيف ان في مشكله، واصلا في مشكله بيعاني مشكله ليها علاقه بالشيست كارديو بالمونري، فبالتالي باخد فيو ثالث ورابع لحد ما اكسكلود خالص ان في مشكله في اللونج او الهارت. شفت مثلا في فيو الهارت كبير، فبالتالي باخد فيو قصاده او عكس دي تو اورثوجونال فيوز ايا كان، عشان ابقى عملت دوكيومنتيشن بالبروبلم من كذا زاويه. تمام. لو في مثلا انتستاينال اوبستراكشن، ودي احنا هنتكلم عليها في الابدومينال، لازم باخد رايت لاترال ليفت لاترال دي دي، وممكن احتاج اخد دي دي. اوكي. طيب الانتربريتيشن بتاع التراسيك راديوجرام، وده اللي هنبدا نتكلم فيه، انا ايه اللي هيخليني او انا هقرا فيلم الاشعه ازاي، منين لفين، يعني هقرا من جوه لحد بره ولا هقرا من بره لحد جوه، على حسب الانترست بتاعك. يعني اي دكتور عظمي مثلا هتلاقيه بيركز اكتر في العظم عن السوفت تيشو. طب انت دكتور في العياده جي بي مثلا، يبقى انت مركز في كله، ابدا مثلا بسيستماتيك ابروتش من جوه لبره او من بره لجوه، المهم ان انت تبقى ماشي بسيستماتيك ابروتش، مش ان انت تبص شويه فوق وشويه تحت وشويه بره وشويه جوه، لا امشي بشكل سيستماتيك. طيب طريقتي إيه؟ ان انا في الاول بركز على القلب، بعد كده بطلع للجريت بيزلز، بعد كده بطلع لللنج، بعد كده بطلع للتراكيه والاسوفجس، بعد كده بطلع للريبس، بعد كده بطلع للفيرتبري، وهكذا. تعالوا مع بعضينا نشوف ايه قصة الاكس راي اللي احنا شايفينه. اول حاجة عندي ايه هنا في النص؟ عندي القلب. اوكي، ده القلب. وبعدين عندي ايه؟ عندي هنا وعاء دموي، وعندي هنا وعاء دموي. اوكي، ده اسمه كرينيال فينا كافا، وده اسمه الكودال فينا كافا. اوكي، طيب عندي هنا وعاء دموي بلود فيزل ماشي بالشكل ده، ده اللي هو الأورطة، بيمشي أورتيك أرش في الحتة دي، وبعد كده الثراسيك أورطة، وبعد كده بعد الدافرام بيبقى اللي هو الأبدومينال أورطة. تمام. طيب إيه كمان عندي؟ عندي وعاء دموي ماشي بالشكل ده، وعاء دموي برضو ماشي بالشكل ده، وده اللي هو البلمونري ارتري الرايت والليفت، البرانشات بتاعته، ومتفرع بعد كده. طيب ايه زي التيوبس الصغيره خالص البيضه اللي منتشره في كل اللنج؟ في بعض الناس عندها مس انفورميشن ان دي عباره عن البرونكايز والبرونكيولز اللي في اللنج وكده، لا، والكلام ده مش مظبوط. دول نفس الاوباسيتي بتاعت القلب ونفس الاوباسيتي بتاعت الاوعيه الدمويه، دي شعيرات دمويه. يعني الصغير ده اللي هنا ده اهو، ده شعيرات دمويه، اللي هنا ده شعيرات دمويه. تمام. فدول عبارة عن شعيرات دموية. الحاجة اللي نازل تحت ده أهو، ده كده دي شعيرات دموية.
ده اللي انا برسمه دلوقتي اهو، ده عبارة عن حاجة اسمها بالمونري فين، ده بالمونري فين اللي هو الدم اللي جاي من اللنج وداخل على القلب على الليفت اتريوم، ده اسمه بالمونري فين في حالات مشاكل القلب اللي هي انجورجد وكبير وواصل لحد هنا، واصل لحد هنا. طيب واللي فوق اللي انا رسمته فوق ده اللي طالع من القلب في الحتة دي بالمونري، جزء من البالمونري ارتري، تقريبا النسبة بتاعتهم بتبقى 1:1، البالمونري ارتري جزء من البالمونري ارتريولز يعني، والبالمونري فين اللي هنا ده بيبقوا نسبتهم بتبقى نسبتهم 1:1. طيب ده بما يخص الجريد فيزلز، الجريد فيزلز والقلب، بما يخص الجريد فيزلز والقلب. يبقى انا عندي القلب اهو، الكرينيال فينا كافا، الكودال فينا كافا، الاورتيك ارش والاورطة، تمام، والبالمونري ارتري هنا وهنا، بالمونري ارتري، تمام، وكل التشعبات اللي انت شايفها اللي اللون بتاعها زي لون البلاد فيزلز وزي لون القلب دي عبارة عن ارتريولز وفينز في الايه في اللنج، يعني ماشية بتعمل مسؤولة بقى عن الاكسجينيشن وهكذا، تمام. طيب خلصنا الهارت والجريت فيزلز، ندخل على ايه؟ عندك هنا التراكية اهي، دي يا جماعة ليست الاسوفيجس، دي التراكية، دي التراكية اهي، تمام، دي التراكية. طب امال فين الاسوفيجس؟ الاسوفيجس ممكن يبان في المثلث اللي في الحتة دي، هو طبعا مكمل يعني، ده مثلا اهو، ده جزء من الاسوفيجس، بيبقى خط ابيض هنا، بيبقى في مثلا فرق ما بينه، لو هو في سوائل يعني، لو في جازز بيبقى ما تقدرش تفرقه عن اللنج، بس هو هنا عشان هو في زي كولابس على نفسه، فسوفت تيشو ما فيش فيه اي اير، ما فيش فيه اي جازز، فبالتالي باين على كأنه حاجة بيضة كده يعني. هنا البياض مختلف عن اللي فوق، إن في حتة كده أهي ماشية بيضة، تمام، فده الإسوفاجس، بس كومنلي بيتشاف فوق التراكية في الحتة المثلثة اللي هنا، لو في مثلا أكل فاضل فيه أو في ميجا إسوفاجس، ساعتها بيبان في الأريا اللي في الحتة دي كلها، تمام. طيب عندك بقى اللنج، بالنسبة لللنج في بنقسمها لنصين في اللاترال اكس راي، نص كرينيو فنترال وفي كودو دورسال. في حالات الاسبيريشن نمونيا، مشاكل الاسبيريشن نمونيا، بنلاقي ان الكرينيو فينترال في عباره عن الفيولار باتر، هنتكلم عليها كمان شويه الالفيولار باتر. طيب في حالات الفيرال والبكتيريال نمونيا بنلاقي ان المشكله اكتر في الكودو دورسال بارت اوف لونج، اوكي. طيب عندنا هنا الحته دي المثلثه دي، ده اللي هو الاكسسوري لانج لوب، مهم جدا نعرف الاكسسوري لانج لوب عشان في حالات الازمه بيبتدي يحصل ديب انسبيريشن وويك اكسبيريشن، فبالتالي الحيوان بياخد نفس ديب بس مش بيطلعه، بياخد نفس ديب بس مش بيطلعه،
بيحصل enlargement في الاكسسوري لانج لوب، وبالتالي بتكبر المساحة بتاعته، تبقى في مساحة وايد جدا ما بين القلب وبين الدايفرام. لو جينا نبص على الدايفرام هنلاقي إن في آدي كروس للدايفرام، وآدي كروس تاني للدايفرام، وآدي عندك الحتة دي كلها اسمها the dome of diaphragm، يعني دي دوم وده كروس وده كروس، تمام؟ ده باختصار ثوراسيك ازاي تقرا الثوراسيك اكس راي. طيب امال فين التراكيه، فين البرونكاي، فين البرونكيولز؟ ما شفتهمش ليه؟ لان دول فيهم اير، فيهم هوا، واللنج كالفيولاي نفسها فيها هوا، فكلهم بيبانوا لوسنت، كلهم بيبانوا اسود. اوكي، لو فيهم بقى مشكله او واحد فيهم فيه مشكله ساعتها بيبان، وهقول لك بيبان ازاي. تمام، طيب دي بالالوان اهي الشكل بتاع الثوراسيك، الشكل بتاع الثوراسيك راديوجراف. عندك ادي الهارت اهو، ده الكرينيال فينا كافا زي ما قلنا، ده الكودال فينا كافا زي ما قلنا، وده الاكسسوري لانج لوب، وده البلمونري فين، وده البلمونري ارتري، ده البرانش بتاع البلمونري ارتري، وده برانش تاني للبلمونري ارتري، وادي الاورطة، دي اهو الاسوفيجس الاسود اللي في الحتة المثلثة دي، ما بين بيبان اكتر في الحتة المثلثة اللي بين التراكية الاورطة، ده التراكية تحت منه على طول اهو، تمام. دي في الغالب كده الثوراسيك راديو جراف. طيب دي اهي الصورتين جنب بعض. اوكي، الفيرتيبرال هارت سكور، يعني ايه الفيرتيبرال هارت سكور؟ تعالوا نطبق الفيرتيبرال هارت سكور مثلا على الصوره دي. ازاي اقيم ان القلب ده حجمه كبير؟ هي يعني تكنيك بيتعمل عشان تقيم بيه حجم القلب، هل القلب ده نورمال ولا اب نورمال. طب اخد القياسات بتاعته منين؟ ممكن اسم التطبيق يا دكتور، التطبيق اللي فيه الأشعة دي أنا سايب لك الريفرنس في آخر سلايد في المحاضرة، ما تقلقش دي واخده من على موقع، هسيب لك كل الريفرنس بتاعتي اللي أنا محضر منها المحاضرة في آخر سلايد، ده من موقع الجامعة الصور دي كلها. الفيرتيبرال هارت سكور بعرف منين أو بقيس منين الفيرتيبرال هارت سكور؟ اول حاجه انا باخد خط عرضي من عند الفنترال بوردر بتاع الكودال فينا كافا، احنا اتفقنا ان ادي الكودال فينا كافا اهو، تمام. اوكي، من عند الفنترال بوردر بتاعه باخد خط عرضي للقلب. اوكي، طيب عند البايفركيشن بقى خلاص التراكيه ماشيه اهي وهتبتدي تعمل بايفركيشن، فببتدي اخد خط طولي من البايفوركيشن لحد الايبكس بتاع القلب. خليني ارسم الخط الطولي دوت بلون تاني عشان الدنيا تبقى ايه واضحة اكتر. ادي خط طولي اهو، تمام، لحد الايبكس، ما بزودش بقى وبنزل تحت. ساعات الحتة دي، ساعات الحتة دي تبقى اوبيك زيها زي القلب، في فرق ما بينها في الاوباستي، لان ساعات دي بتبقى فيه شويه فات في الحته دي فتحسسك ان القلب كبير وواصل لحد تحت. لا، لازم تركز ان انت تبقى ماشي مع التدويره نفسها بتاعت الايبكس. اوكي، طيب بعد ما خدت اللونج اكسس ده وبعد ما خدت الشورت اكسس ده،
ببتدي ان انا اعد من فوق، اشوف اول ريب طالع منين، ادي الريب اهو طالع اهو، فبالتالي دي الثوراسيك التي 1 وادي تي 2 تمام وادي التي 3. اوكي خلاص انا جيت عند التي 3 خلاص، ببدأ التي 4 اهي، بداية التي 4، التي 3 خلصت بداية التي 4، وابتدي ان انا ده كل ده في الجهاز، او حتى لو مفيش في الجهاز انا هقول لك هتعمل ايه، بتحط النقطة ديت من بداية التي 4 فيعد لك كام فيرتبري، والال برضو نفس الكلام الجهاز بيحطها بشكل اوتوماتيك لما بتضغط في الحتة دي وبيقول لك وصلت لحد فين تمام. فلو انت ما عندكش الجهاز دوت مثلا، او عندك فيلم أشعة عادي، او مثلا الجهاز اللي انت فيه السيستم بتاعه ما فيهوش الفيرتبرال هارت سكور، هتعمل ايه؟ بكل بساطة هتقيس ديستنس، هتقيس مسافة بمسطرة جوه الجهاز او بمسطرة عادية في الفيلم اللي هو الملموس، هتحسب ده كام سنتي واللونج اكسس كام سنتي، وهتبدأ تشوف الشورت اكسس عمل كام سنتي تمام وتحط علامة، واللونج اكسس عمل كام سنتي وتحط علامة تمام، وتبتدي تشوف عملوا الاثنين على بعض لما تجمعهم كام فيرتبري. يعني نيجي نعد الاحمر، عامل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اوكي هنكتب ان الشورت اكسس عامل كام، الشورت اكسس عامل خمسة فيرتبري. اوكي خمسة فيرتبري. طيب اللونج اكسس، طيب لما نعدها هيطلع معانا عامل كام فيرتبري، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وجاي في نص الفيرتبري، يبقى خمسة ونص. أوكي يبقى اللونج أكسس عامل معايا كام، خمسة ونص. طيب خمسة ونص وخمسة هيعملوا كام، عشرة ونص. أوكي يبقى ده هو ده الفيرتبرال هارت سكور بتاع الحيوان اللي عندي. قسه ازاي؟ ان انا خدت قياس اللونج اكسس والشورت اكسس وفوتت اول ثلاثه ثوراسيك فيرتبري، وبعد كده قمت حاطه من بدايه الفورت ثوراسيك فيرتبري وشفت الشورت اكسس جاب معايا كام فيرتبري واللونج اكسس جاب معايا كام فيرتبري، وقمت قايس الاثنين جامعهم الاثنين على بعض يطلع لي الفيرتبرال هارت سكور. ايه السيجنيفيكانت بتاعي؟ ان والله قال لك ان الكيناين طبعا كل بريد ليه الفيرتبرال هارت سكور بتاعه، يعني ده جدول بريدز كتيره وكل بريد معمول لها الفيرتبرال هارت سكور بتاعها، وكل بريد من القطط معمول له الفيرتبرال هارت سكور، ولكن ان جنرال لقوا ان اغلب الكلاب الفيرتبرال هارت سكور بتاعها ما بين مثلا 9.2 من 10 ل 10 و3 من 10. فبالتالي لو حيوان انت السولو فيرتبرال هارت سكور ولقيته اكتر من 10 و3 من 10 او 10 ونص، فمعناها ان ده عنده كارديو ميجالي. لو قطه مثلا قال لك ان اغلب القطط ما بين 6 و7 من 10 وبين 8 و1 من 10، فلو قطه انت قست لها الفيرتبرال هارت سكور لقيته اعلى من 8، فبالتالي ده معناه ان عندها كارديو ميجالي. ما بقاش الموضوع بالسنس زي زمان، لازم نقيس الايه الفيرتبرال هارت سكور. طيب بالنسبة للفنترو دورسال هقيم ايه في الفنترو دورسال؟ اول حاجة بيبقى عندي هنا ايه اللي في النص ده؟ القلب طبعا. الابكس بتاع القلب متجه ناحية ايه؟ متجه ناحية الشمال، فبالتالي يبقى ده الليفت سايد بتاع الحيوان وده الرايت سايد بتاع الحيوان. ليه حكمنا على كده؟ عشان الايبكس بيتجه ناحية الايه؟ ناحية الليفت سايد. لا مؤاخذة فده الليفت سايد. اوكي عندي ايه هنا كمان؟ شايفين في بلود فيزل اهو في الحتة دي اهو، ده اسمه الكودال فينا كافا. طب وفي بلاد فيزل في الحته دي اهو، حته اوبيك هنا
ده الكرينيال فينا كافا. طيب بصوا، في كونتراست هنا في الحتة دي، انا هعلمها وبعدين همسحها. شوفوا في كونتراست في الحتة دي اهو، عشان تلاحظها بس. شايفين الحتة دي؟ ده الأورطة، أنا همسحه دلوقتي عشان تشوف، تلاحظ الكونتراست. يلا جاهز، 1 2 3. شايفين في خط هنا حتى في النص كده، إيه مميز البوردر بتاع الأورطة. شايف الخط الأسود اللوسنت اللي هنا ده؟ ده السوبر إمبوز بتاع ما بين القلب وبين الأورطة، فبالتالي الأورطة في الغالب بيبقى في الحتة دي. تمام. طيب ايه الخيوط او الخطوط اللي هي الاوبيك دي كلها بلود فيزلز زي ما احنا اتفقنا، بين فينز وبين ايه ارتريز. اوكي. طب ايه الابيض اللي هنا اللي في الحته دي؟ في ابيض كبير كده هنا، في ادي البرتبريز. اوكي. وفي حاجه اوبيك، راديو اوبيك جنبها، ده اللي هو الميديا ساينم فات، ميديا ميديا ساينال فات. اوكي. الحته البيضه دي لو حيوان اوبيس بتلاقي الحته البيضه دي عريضه قوي، واصله بشكل ضخم كده كبير، فتحس ان في مشكله في اللنج، بس لا، دي الميديا ساينال فات. اوكي، اللي بيبقى فيها الميديا ساينال لينك. طيب ده بالنسبه ل القلب و الجريت فيزلز. طب ندخل بقى على اللنج. اللنج احنا عندنا الرايت سايد بيتكون من ادي كرينيال لوب وميدل لوب وكودال لوب. يبقى احنا عندنا كرينيال، ميدل، كودال. طيب الجنب التاني بيتكون من حاجة اسمها كرينيال لوب وكرينيو كودال لوب و كودال لوب وين الاكسسوري لوب في الحته دي. تمام. فبالتالي لو في مشكله ببتدي اعرف احدد المشكله دي في الكرينيال، رايت كرينيال لوب ولا رايت ميدل لوب ولا رايت كودال لوب ولا في الاكسسوري لوب، ولا المشكله ديت في الكرينيو كرينيال او كرينيو كودال او كودال لوب ليفت كودال لوب، ببتدي اعرف المشكله فين بالظبط. طيب عندي هنا الدايفرام ده، عندك هنا الرايت كروس وفي هنا الليفت كروس بتاع الدايفرام، وفي النص في مثلث كده اللي هو الدوم اوف دايفرام. تمام. ده في دي، ده اللي هو البي دي. لو انت الحيوان متاخد دي في دورسو فنترال، ففي الغالب مش هتشوف الفروقات ما بين الرايت كراس والليفت كراس بتاع الدايفرام، هتحس ان الدايفرام كله ميه واحده. مش مهم تميز دي دورس فنترال او فنترو دورسال، المفروض انت بتعمل اشعه انت عارف الحيوان انت حطيته ازاي، وحتى لو مش انت اللي بتعمل الاشعه، المفروض ان اللي عمل لك اشعه يحط لك ليبلنج على الاشعه، تعرف هو اخذ الوضعيه ازاي. دي الاستريشن، دي الاسكابيولا، دي الاسكابيولا اهي، ده الكرينيال لوب وفي ميدل لوب وبعدين الكود اللوب، وكذلك الحته اللي احنا قلنا عليها القلب في النص اهو، والاورطه الشكل اللي هو اللي احنا رسمناه مع بعض. تمام. بعديها بقى عباره عن بالمونري ارتري وبالمونري فينز والرايت كروس والليفت كروس ودوم اوف دافر. تمام.
لو قسمناها على اساس الساعه، كان احنا بنبص على ساعه، فبنلاقي ان المين بالمونري ارتري والاورتيك ارش، الاورتيك ارش تقريبا بياخد من الساعه 12 للساعه 1. الليفت اوريكل، مش ليفت اتريوم، ليفت اوريكل بيبقى اكنه من الساعه 2 للساعه 3. ليفت فنتريكل بيبقى من الساعه 3 اهي للساعه 6. من الساعه 6 للساعه 9 بيبقى الرايت فنتريكل، الرايت اتريوم بيبقى من الساعه 9 للساعه 11 تقريبا. فاي انلارجمنت في تشامبر معين بذاته بيؤدي الى ان الحته اللي هو المفروض يبقى موجود فيها بتكبر بشكل اسيمتريكال عن اللي حواليها كله. الهارت في الفي دي بوزيشن المفروض ان هو ما يزيدش عن تلت لتقريبا نص المساحه اللي هي بتاعه الرئه. يعني لو شفنا المساحه كلها بتاعه الرئه، او المساحه كلها بتاعه الشيست من جوه من بدايه الريبس، المفروض ان القلب ده، يعني لو المساحه دي في المساحه دي والمساحه دي والمساحه دي بقى كلها، المفروض ان القلب تقريبا مساحته حوالي تلت المساحه الاجماليه دي كلها، او نص المساحه دي كلها. طيب حد عنده اي استفسار في اللي فات، الشكل، الاماكن بتاعت البلود فيزلز، الاناتومي نفسه؟ حد عنده اي مشكله في الحاجات اللي فاتت دي؟ حد عنده أي مشكلة؟ طيب أوكي. الساعة دي بتتقرب بي دي، مظبوط. طيب ندخل بقى على اللانج أناتومي تايب. لانج باتر، في عندنا نورمال لانج، في عندنا حاجة اسمها ألفيولار باتر، وفي عندنا حاجة اسمها برونكيال باتر، في حاجة عندنا اسمها فاسكولار باتر، في حاجة عندنا اسمها انترستيشال باترن، ودي بتتقسم لنوعين، نودولار او الاستراكشرال باترن دي بنشوفها في الميتاستاز والتيومر، وحاجة تانية اسمها ديفيوز انترستيشال اللي هي بمعنى اصح زي البالمونري اديما، زي الكارديوجينيك بالمونري اديما او ترو بالمونري اديما اللي هي بتخليك مش قادر تشوف اي ديتيلز موجودة في الجسم. طيب نبدأ في ال الفيولار باتر. خلينا نتخيل ان الالفيولاي ديت عباره عن كوبايه ميه، تمام، بس فيها ايه؟ فيها هواء. والبرونكاي دوت عباره عن ايه؟ الشاليمو. فبالتالي الالفيولاي دي المفروض ان هي فيها هواء والبرونكاي فيه هواء، فالاتنين يظهروا راديو لوسن. اوكي طيب، لو الكوبايه دي الالفيولاي حصل فيها انفلاميشن، حصل فيها افيوجن، حصل فيها الفيولار باترن، اتملت سكريشنز، فبالتالي هتتملى فلويد. لما هتتملى فلويد، الفلويد بيظهر ازاي في الاكس راي؟ بيظهر على شكل راديو اوبيك، فبالتالي هيظهر على شكل ايه؟ راديو اوبيك، يعني هتظهر بشكل ابيض فاتح. اوكي طيب، بالنسبه للبرونكاي سيل، البرونكاي لسه فيه الهواء، فهيظهر على شكل تيوبلر راديو لوسنت ستراكشر، زي خرطوم او تيوب ماشي راديو لوسنت اسود. يعني ايه ده تراك، بس اسود. طب ليه ما قلتش عليه بلاد فيزل؟ قارنه بال الاوباسيتي بتاعت الهارت، هتلاقيه لا الهارت ابيض وهو ده المعلم ده اسود. يبقى ده بنسميه ايه؟ الاير برونكو جرام. او ان يحصل ان لوب كامل من اللنج يضرب، يبقى فيه انفلاميشن، فبالتالي اللوب كله يبقى لونه راديو اوبيك عن بقية اللوبس اللي فوقيه واللي تحتيه،
فبنسميه لوب ساين، يعني اللوب كله بقى راديو اوبيك بسبب الانفلتريشن اللي فيه والاديمه اللي فيه. تمام، هاير دينستي. يا ريت نكون فهمنا المثال دوت بتاع كوبايه الميه والشاليمو اللي فيه الهواء اللي جواه، وهنشوف صور عليه. هنشوف مثلا هنا، ادي ده نص اللنج اليمين، ده اللنج اليمين. هنلاقي عندنا هنا في ده ايه؟ الكرينيال لوب راديولوسنت، صح؟ طب وايه اللي هنا ده؟ ده الكودال لوب راديولوسنت. طب ايه اللي في النص ده هنا؟ ده اللي هو الميدل لوب. عامل ايه بقى الميدل لوب؟ راديو بيك، كله راديو بيك، هاي دينستي لللوب ده مقارنة عن اللوب اللي فوقيه واللوب اللي تحتيه. ساعتها نقول في الريبورت بتاعنا ان دي الفيولار باترن بين قوسين كده لوب ساين، معناها ان في انفلاميشن في الحته ديت من اللنج وعامل اديمه. اوكي، طيب ايه الابنورماليتي اللي هنا؟ هنشوف ان في برونكاي عامل سوبر امبوز على القلب كتيوب اسود. شايف التيوب الاسود ده؟ معناها ان ده برونكاي نازل من التراكية، ادي التراكية فوق اهي. تمام، طب ايه اللي خلاه يبقى واضح قوي كده؟ اللي خلاه يبقى واضح قوي كده عشان الالفيولاي اللي هو بيغذيهم بقى فيهم اديمة، فبالتالي الالفيولاي تصغير بقى الالفيولاي بقى عشان مش عارف انطقه، بقى فيه انفلاميشن، بقى فيه اديمة، فبالتالي البرونكاي اللي ماشي في الحتة دي ظهر. تمام، نفس القصة كذلك في الحتة دي اهو، ادي تيوب اهو، ادي تيوب اهو. طب حد هيقول لي لا انا مش شايف اللي انت بتشاور عليه، يبقى ركز في الصورة دلوقتي، انا همسح اللي انا عملته وانت هتلاحظ الاير برونكوجرام البرونكاي. يلا، واحد اتنين تلاتة، تحس ايه التفريعات بتاعته؟ اتمنى تكون لاحظتها، ادي تفريعة اهي. تمام، وادي تفريعة اهي. اتمنى تكون لاحظت التفريعة، وفي هنا كمان برضو اهي. همسحها برضو عشان تلاحظها. شفتها اللي على الجنب دي؟ شفت اللي على الجنب دي؟ أتمنى تكون شفت التفريعات اللي في الحتة دي، باينة قوي قوي اللي في الحتة دي. تمام، نفس الكلام هنا، عندك اللوب اللي فوق راديولوسنت، اللوب اللي تحت راديولوسنت، في النص في لوب ساين، وفي تراكات اهي تيوبس كده راديولوسنت سودا عبارة عن البرونكاي والبرونكيولز. اوكي، طيب دي باختصار الالفيولر باترن. شايف التراك اللي هنا ده اهو، انا ماشي معاه، ده اسمه البرونكيال باترن. اول ما تشوف حالة معناها ان دي الحالة عندها بالمونر اديمة، نبتدي نشوف هي كارديوجينيك بالمونر اديما ولا ترو بالمونر اديما. لو في انفلاميشن نبتدي نعالج الانفلاميشن، نبتدي ان احنا ندي ادويه تسحب السوائل ديت من اللنج، نبتدي ان احنا لو في انفكشن نعالج الانفكشن وهكذا. ادي اهو برونكيال باترن واضح كبير، تراك ليه تفرعات راديولوسن. اوكي، ادي اهو كمان، يعني الصورة دي اوف لو كواليتي. ده التراكية ويعني نازل تفرعات، بس دي الصورة لو كواليتي. هنا بقى باينة قوي بقى، هنا باينة قوي بقى، يعني التراكية اهي والبرونكاي والبرونكيولز اهي، بص واصلين لحد اللنج، واللنج اصلا كلها راديو بيك، نفس الاوباسيتي او نفس الراديو دينستي بتاعت القلب،
نتيجة الفلويدز اللي متجمعة فيها والبلمونر إديما اللي فيها. الصورة دي باينة قوي قوي هنا. مين يقول لي بقى المشكلة في الكرينيو فنترال ولا المشكلة في الكودو دورسال؟ يلا تفاعلي بقى، يعني عايزين بقى ايه الناس تكتب في الشات هي شايفة المشكلة فين، في الكرينيو فنترال ولا شايفة المشكلة في الكودو دورسال؟ في الكرينيو فنترال، في واحد بيقول كرينيو فنترال، واحد بيقول كرينيو فنترال، الناس كلها بتقول كرينيو فنترال. متأكدين؟ كلكم متأكدين المشكلة في الكرينيو فنترال؟ آخر كلام، جواب نهائي. طيب قادر تلاحظ فين المشكلة في الكرينيو فنترال؟ واضح البرونكوجرام، حلو قوي. طب نتطوع ونرسم نرسم حدود البرونكوجرام، الاير برونكوجرام، يعني في انوتيشن هنا، حاول ان انت يعني ان انتوا تمسكوا الانوتيشن وتشاوروا عليه. حلو جميل، الناس شاوروا عليه مية مية زي الفل. كويس ان انتوا شلتوا الانوتيشن بتاعكم، جزاكم الله كل خير. خلاص بقى محدش شاور بقى يا جماعة، هنمسح كله كلير ونشاور عليه للناس اللي ممكن تكون ايه مش واصل لها او مش قادرة اهو. طيب لو تفتكروا قلنا لو في مشكلة في الكرينيو فنترال فلانج، ده بيديني انديكيشن لإيه؟ لحالة إيه؟ لسه قايلينها من شوية، بيديني انديكيشن لمشكلة إيه؟ لو الكرينيو فنترال هي اللي فيها الابنورمالتي. بالظبط، اسبيريشن، اسبيريشن نموني، اسبيريشن نموني. لو لقيت البلر باترن او اير برونكوجرام في الكرينيو فنترال لونج بتبقى انديكيتور قوي لاسبيريشن نمونيا. تعرف ان مثلا الاونر مثلا بيدي القط بتاعه او الكلب بتاعه شربة للديدان او اي دواء شرب، او بيشربوا ميه، او حصل اي حاجه، حصل درينشنج نمونيا، جرو مثلا بيرضع، قطه كيتن بترضع ولا حاجة بيرضعوها بسرنجة، يبقى ده كده اسبيريشن نمونيا. اوكي حد يعرف المشكلة فين؟ هي المشكلة في اللي في اليمين ولا اللي في الشمال؟ يمين، تمام. المشكلة في اللي في اليمين، لا اللي الشمال نورمال، الشمال نورمال، اليمين هي اللي فيها المشكلة. المشكلة ايه؟ المشكلة اللي هي الاير برونكوجرام، اهي في برونكوجرام في الحتة دي، في برونكوجرام في الحتة دي، اصلا اللنج كلها راديو اوبيك، زيها زي الاوباستي بتاعت الهرم، مليانة فلويد. ندخل على حاجة تانية اسمها البرونكيال لونج باترن. يعني ايه برونكيال لونج باترن؟ دي بنشوفها في حالات البرونكايتس، حالات الكلاين ازمة، المشاكل المتعلقة بالبرونكاي والبرونكيولز، يعني البرونكاي والبرونكيولز. ودي باختصار ان ادي البرونكاي، ده ادي البرونكاي. اوكي البرونكاي دوت الوول بتاعه، الابيثيليوم بتاعه، شايفين الابيثيليوم، حصل فيه سويلنج وحصل فيه انفلاميشن وانفلتريشن للسيلز، السيلز كترت فيه والدم كتر فيه، فبالتالي
الوول ده ذات نفسه اللي حصل له انفلاميشن بقى كونجستد، بقى فيه انفلاميشن، بقى فيه برونكايتس. فبالتالي بيحصل ايه؟ ان والله لو الاشعه ضربت الوول بتاع البرونكاي بشكل عمودي عليه، بيبقى شكله شبه او لونجيتيودنال، بيبقى شبه الترام لايك او بشبه عواميد القطر. طب دي ساعات ممكن ما نقدرش نفرقها ما بينها وبين الارتريولز الصغيرين اللي بيبقوا ماشيين في اللنج، فبيبقوا زي الخطوط البيضاء ما نقدرش نفرقها. انما الحاجه السيجنيفيكانت قوي ان لو الموجة او لو الاشعه دي ضربت البرونكاي وهو اسطوانه وقطعتها كروس سيكشن، يعني لو البرونكاي بصه للتيوب بتاع الاشعه فاتقطعت كروس سيكشن، فبتبان على شكل حلقات او بتبان على شكل دونت شيب، شكل الدونتس. اوكي، ودي بتبقى سيجنيفيكانت قوي قوي قوي. ساعات بنشوفها كنورمال فايندنج في الحيوانات المسنه، الكلاب الكبيره في السن او القطط الكبيره في السن، وساعات بتبقى انديكيشن لحالات مرضيه لو القط ده بيعاني من ريسبيراتوري ديفيكالتي او ابنورمال ريسبيراتوري باترن او وهكذا. فبالتالي بيبقى شكلها عامل ازاي زي ما قلنا، دي significant قوي في الفلاين اسبكت. حد شايف الدوناتس فين؟ الدوناتس هتلاقيها اهي، دوائر اهي، دايرة اهي، تمام، دايرة، دايرة اهي، شايفين في دايرة برضو اهو هنا، دايرة في الحتة دي، دوائر صغيرة في الحتة دي، كل دي الدوائر. شايفين الدوائر دي كلها دونتس؟ انا همسح دلوقتي الانوتيشن اللي انا عامله عشان تقدر ان انت تلاحظ الدوائر دي بشكل كويس. يلا، 1 2 3. قدرت تلاحظ الانوتيشنز؟ قدرت تلاحظ الدوناتس شيب؟ اللي لاحظها يكتب لي تم في الشات عشان نتاكد ان كله لاحظ الدونات شيب او السيركولر شيب ديت، اللي هي بتبقى البرونكاي اللي حصل لها انفلاميشن برونكايتس. دي بتلاقيها بقى في الكينل كاف برضو، حالات الكينل كاف، ودي اللي بتسبب بقى الكحه. يعني بالذات لو حيوان جالك عنده كحه، بتلاقي لو مشكلتها برونكايتس فعلا بتلاقي الدونات شيب ديت ماليه اللنج او في الحته دي في اللنج. الموست كومن اللي بتبقى موجوده في الاريا دي، الاريا دي بتاعت البايفركيشن، اللي التراكيه ابتدت يحصل لها بايفركيشن في الحته دي للبرونكاي وبرونكيوز. اوكي، طيب هندخل على الشكل ده. حد شايف ال البرونكيال باتل؟ قادرين تلاحظوا البرونكيال باتل؟ تقريبا مالية الفيلد كله، تقريبا الفيلد كله مليان برونكيال باتل، صح كده؟ اوكي، مليان كله برونكيال باتل. لاحظ برضو حاجة تانية من المحاضرة من اللي فات، اللي هو اللي بيجمع المعلومات كده وبيسجلها على جنب، في مشكلة تانية غير البرونكيال باترن في الفيو ده. في حد شايف حاجة؟ حجم القلب حلو، ماله حجم القلب؟ أيوة، الله ينور عليك، صح. ده إيه بقى ده؟ ده إيه الحتة اللي في القلب اللي هي كبيرة بقى؟ إيه الحتة اللي في القلب اللي هي كبيرة؟
الرايت اتريوم، مظبوط، الرايت اتريوم بلجد كبير يعني بجانب المشكله بتاعت البرونكيال باترن. برضو عنده مشكله في القلب، يعني الحالات دي بتبقى رخمه جدا لان بتبقى فور ويندو، القلب بيجي في الايكو بصعوبه شديده. طيب ندخل على حاجة تانية اللي هي الستراكشر باترن. ايه الستراكشر باترن ديت؟ ان هي في منها نوعين، النوديولر ودي اللي بنشوفها في الميتاستازز، والنوع التاني اللي هو ديفيوز انترستيشال اللي هو بنشوفه في حالات الإديمة بقى عامة. يعني احنا ممكن اي شوت لو متاخد بسيتنج كويسه وانت مش قادر تشوف اي ديتيلز في اللنج فممكن تقول عليه انترستيشال باترن. ده بيبقى كومنلي في حالات الكارديوجينيك بالمونري اديما، مشاكل القلب بشكل كومن قوي. يعني حد شايف ابنورماليتي هنا في الفيو ده؟ هتلاحظ ان في زي باتشز كده، دواير اوبيك هاي دينستي، دي اللي هي النوديولز اللي في اللنج اللي هو الميتاستاسيس بتاع التيومر في اللنج. ايوه بالظبط، فدي معناها ان اللنج خلاص التيومر وصل لللنج. تمام، ودي طبعا بتبقى يعني بروجنوزس طبعا سيء جدا جدا، وبيبقى يعني الموضوع يعني خلاص هوبليس. فدي مهم جدا ان انت تعمل اشعه لاي حاله انت هتشيل لها تيومر، ويستحسن تاخد فينترو دورسال ورايت لاترال وليفت لاترال كمان، تاخد كذا زاويه عشان تطمن ان مفيش لو واحده بس ستراكشر باترن معناها خلاص ان التيومر وصل لللنج. طيب حد يعرف ايه الابنورماليتي اللي في الشمال؟ حاسس بحاجة ابنورماليتي اللي في الشمال ايه؟ اكتب لنا. هو طبعا اليمين نورمال، الصورة اليمين دي صورة نورمال. طيب الابنورماليتي دي هي الانترستيشال باترن. يعني ايه انترستيشال باترن؟ يعني مثلا في المفروض هنا كودال فينا كافا بس انا مش قادر اشوف، مش قادر الاحظ، مش قادر احس هو فين، هنا في الحته دي ولا في الحته دي، مش قادر اشوف الديتيلز بتاعه الاورطه. بص الاورطه ماشي كده وبيختفي، تمام بيختفي الاورطه، يعني المفروض في هنا اورطه يبقى باين، لا انا مش شايف. في هنا اير برونكوجرام، شايفه الحته دي، في دونات شيب في الحته دي، دونات شيب في الحته دي. ان انت مش قادر تشوف الحدود التفاصيل بتاعت الفيلم الاكس راي، الشكل بتاع اللونج كويس، الشكل بتاع الاورتيك ارش، الشكل بتاع الكودال فينا كافا، وانت واخد السيتنج كويسه بتاعت الاشعه، ده بيسمى انترستيشال باترن. يعني في اديمه، في بالمونري اديمه. اوكي حاجه تانية ودي هنلاحظها في صور تانية بتبقى اوضح من كده، هقول لكم عليها. طيب دي مثلا ايه الابنورماليتي، ايه الابنورماليتي اللي انت شايفها؟ نبدا في الشمال، ايه الابنورماليتي اللي في الشمال، الصوره الشمال؟ صح، عندك الرايت اتريوم كبير قوي. طيب ايه الابنورماليتي اللي في اليمين؟ تمام، في برونكيال باتر. ايه كمان؟ دي
حجم بتاع القلب ضخم جدا، حجم بتاع القلب واخد جزء كبير جدا من الجسم، وغير كده الكودا البينا كافا حجمه كبير جدا وانجورجد. القلب المفروض بالكتير قوي ياخد 3 انتركوستال سبيس، هو هنا واخد يعني تقريبا جزء من هنا، ربع مثلا انتركوستال سبيس ده، وواحد انتركوستال سبيس، 2 3، وقول نص هنا، يعني واخد تقريبا 4 انتركوستال سبيس، كبير جدا جدا جدا. الشكل ده من القلب بنشوفه في حالات الدايليتد كارديوميوباثي. برضو حاجة تكونفيرم ان القلب ده انلارجد او فيه كارديوميجالي، ان هو رافع التراكيه، عامل اليفيشن للتراكيه. التراكيه المفروض تبقى ماشيه في خط مستقيم، بص جايه عند القلب، وقام حصل لها اليفيشن في الحته بتاعت القلب. لو جيت تبص على اي لاترال فيو هتلاقي التراكيه نازله خط واحد، نازله خط واحد، انما في مشاكل القلب اللي بتحصل فيها ليفت اتريال دايليتيشن، الليفت اتريال بيكبر فيه، بتلاقي ان التراكيه حصل لها اليفيشن عند الليفل بتاع القلب. البلمونري اديما بتعمل انترستيشال باترن، ممكن تشوف معاها برونكيال باترن عادي، بس هي البلمونري اديما بتعمل انترستيشال باترن، لان بيبقى او الانترستيشال باترن والبلمونري اديما هما وجهان لعمله واحده. يعني احنا بلمونري اديما في اديما في دوائر تراكم فعلا في اللنج، راح بيعمل لك بالتالي انترستيشن باتر، مش هتبقى عارف تشوف الديتيلز. تعرف منين ان الفيلم لو كواليتي ولا هي انترستيشن؟ لان المفروض في الحالتين مش هيبان تفاصيل. طيب تعرف منين ان هو لو كواليتي؟ هتلاقي ان مثلا الفيلم محروق، كله محروق، او كله تو لايت، الموضوع مش متعلق بالرئه بس، هتلاقي برضو الابدومينال اورجانز تو لايت او تو دارك، هتلاقي ان الفيرتبري برضو الدنيا فيها مش واضحه، هتلاقي ان الهارت، طب الهارت طيب، لا الدنيا فيه يا اما تو لايت قوي او ان هي تبقى تو دارك قوي، هتحس ان انت مش قادر مثلا تشوف اي حاجه في اللانج، الفيلم محروق وهكذا. اوكي طب ايه مثلا هنا، بص جايب لك القلب اهو كبير جدا، واخد يعني تقريبا اغلب 90% من مساحه الشيست، بعد كده بيبتدي يختفي بسبب الانترستيشيال باترن، السوائل اللي بتبتدي تتراكم، السوائل زادت بتعمل زي اير برونكو جرام ولوب ساين، بقى كل اللنج بقى هاي دينسي، بعد كده من كتر ما السوائل اتراكمت في الرئه ما بقاش باين السيلويت او حدود القلب، حدود القلب ما بقتش باينه خلاص، دي مش قادر تحس بالحدود بتاعت القلب بسبب البالمونري اديما، كارديوجينيك بالمونري اديما. تمام طيب دي كده شكل ده الانترستيشال باترن، يعني ده اللي في النص ده اهو اللي انا بشاور عليه، ده ممكن اقول عليه ان ده انترستيشال باترن. اوكي وده انترستيشال باترن برضه، مش قادر اشوف حدود التشو يعني. طيب ايه الفالنتاين هارت ده؟ الفالنتاين هارت ده بيبقى ماركر للباي اتريال انلارجمنت، ان التو اتريوم كبار، بتلاقي عامل زي القلب بتاع الفالنتاين، بيبقى باي اتريال انلارجمنت، ادي اتريوم اهو، الاتريوم مع القلب اهو، بيبقى فالنتاين هارت، وده بنلاقيه اكتر في حالات ال HCM هايبرتروفيك كارديوميوباثي، وده انديكيتور ان انت لازم تعمل ايكو كارديوجرافي. طيب ايه الابنورماليتي اللي هنا؟ بعيدا عن ان طبعا الفيلم لوكو البوزيشن لو كواليتي، بس انت قادر ان انت يعني الكواليتي كنترول، مفيش التير دروب اللي في النص دي من اولى اوائل الاشعاعات اللي خدناها عندنا في العياده، يعني من 2020 2023 2022 2022
ايه اللي انت قادر تشوفه في الفيلم ده؟ عشان كده لازم تبقى تعمل بوزيشن كويس للحيوان، ولو مش بتعرف تعمل بوزيشن كويس لازم تصمم بوزيشنر كده زي ما اتفقنا. ايه اللي انت شايفه؟ الفالنتاين هارت بيبقى في حالات ال HCM هايبرتروفيك كارديومايل. ايه الابنورماليتي اللي انت شايفه لو تكتب لنا على الشات؟ اكتب في الشات قول انا شايف كذا كذا كذا. طيب مبدئيا انت قادر تشوف السيلوت بتاع القلب، حدود القلب؟ مش قادر تشوف حدود القلب، فبالتالي يبقى ده انترستيشال باترن بالظبط. قادر في عندك هنا شايف الأسود المتفرع أهو، متفرع تفريعات أهي، تمام؟ ده إيه؟ ده إير برونكوجراف، صح؟ ده إير برونكوجراف. ده إير برونكوجراف. يبقى أنا عندي انترستيشال باترن، بالمونار إديما، وإير برونكوجراف، مش قادر أشوف السيلويت بتاع القلب. ابتدي ان انا اشك ان دي مشكلة قلب، وابتدي ان انا اعمل ايكو كارديوجرام. طيب في حاجة تانية قلت لكم هقول لكم عليها بعدين، ده احنا في بعدين دلوقتي. اللنج المفروض تبقى كلوزلي اتاتشد للفيرتبري، يعني المفروض اللنج تبقى فوق واتاتشد بال فيرتبري. كون ان بقى في سبيس بين الفيرتبري وبين اللنج، والسبيس ده هاي دينستي، فده معناه ان السبيس ده عباره عن بلورال افيوجن، سوائل حوالين الرئه، بلورال افيوجن. راجع معايا كده كل الصور اللي كانت لاترال، هتلاقي ان اللنج لازقه على طول في الفيرتبري، مفيش اي سبيس ما بينها وبين الفيرتبري، لازق على طول في الفيرتبري اهي، تمام؟ انما ان انت تشوف في سبيس من فوق بين اللنج وبين الفيرتبري، فده معناها ان دي بالورال افيوجن، وان الحاله دي محتاجه ان القلب بتاعها يتفحص ويتشاف ايه السبب اللي خلى البلورال افيوجن ده يتكون، تمام؟ اوكي. دي حالة مثلا الفيرتيبرال هارت سكور بتاعها طلع كام؟ 8-1، ده في الأبر نورمال ليميت للقلب، فبالتالي معناها إنه إيه؟ معناها إن إيه؟ إن محتاج يتعمل تشيك أب على القلب عشان ما يبقاش إن هو فيه كارديوميجالي. أوكي؟ طيب في حاجة تانية شيء بشيء يذكر، هي مش في المحاضرة بس إيه شيء بشيء يذكر، عشان أقيم الهيب جوينت إن في ديسبليجيا ولا لأ، فبالتالي أنا باخد خط مستقيم من الأسيتابلم للأسيتابلم اللي تحت، وأشوف المفروض إن الكوندويل ده اللي جوه الأسيتابلم المفروض إن هو يبقى أكتر من 80% منه جوه الاسيتابلم جوه الجوينت، انما لو طالع بره عنه فبالتالي ده معناه ان الحيوان ده فيه هيب ديسبليجيا. طيب حالات النيموثوركس بتلاقي القلب بين القلب وبين الاسترنم، بتلاقي فيه ايه؟ سبيس راديولوسنت، في هوا، فده معناه ان فيه ايه؟ فيه نيمو ثوركس. دي في حالات الريب فراكشر، حالات الحوادث، حالات القطط اللي بتقع من البلكونات،
ممكن تبقى ايديوباتيك من الثوركس، هو مش قادر ياخد نفسه، تبتدي ان انت تعمل له اكس راي، تلاقي السبيس دوت، فكونفيرم 100% ده نيموثوركس، لازم يتعمل له ثوراكوسينثيسيس ويتسحب الفري جازز، او يتركب له شيست تيوب ويتسحب الفري جازز ديت لحد ما يبقى بخير. ولو الموضوع كبير بيحتاج ان هو يتعمل عملية يعني. فده كده النيموثوركس، الشكل بتاع النيموثوركس. اوكي، زي ما انتم شايفين الهواء الفري جاز هنا مخلي التفاصيل بتاعت اللنج هنا ما تبقاش باينة، التفاصيل بتاعت اللنج هنا مش باينة، مفيش بلاد فيزلز باينة ولا أي حاجة، ايه انا متراكم في الشكل. اوكي، حد عنده أي سؤال في الثوراسيك راديوجراف؟ نفتح المايكات لو حد عنده أي سؤال. طيب أنا عندي طلب من نقابتنا الجميلة، أنا كنت متارجت إن سبحان الله المحاضرة دي ثوراسيك وأبدومينال راديوجراف، إن هما الاتنين يتموا في محاضرة واحدة في ساعتين، فأنا دلوقتي أنا مستغرب إن إحنا يعني دلوقتي بقينا الساعة 10، إحنا بقالنا ساعتين بنشرح في الثوراسيك راديوجراف، فأنا عندي طلب من النقابة إن هي تنسق لنا ميعاد يكون مناسب برضو إن إحنا نشرح فيها الابدومينال راديوجراف، عشان ما تبقاش يعني ظاهر ان انا تقلت ايدي شويه في الكونتنت بتاع المحاضره، فالدنيا ايه سرحت جامد. فيبقى مثلا اكن ده بارت 1 وبارت 2 يبقى للابدومينال راديوجراف. هو ممكن الفرق بين النديولز والدونت شيب؟ طيب النديولز دي بتبقى عبارة عن أولا أوبيك ستراكشر، هاي دينستي ستراكشر زي ما أنت شايفة، ومفيش جواها الفراغ بتاع اللومن بتاع البرونكاي، مفيش جواها الفراغ بتاع البرونكاي، تمام زي ما أنت شايفة، هي عبارة عن نوديول أوبيك. أوكي، ومفيش جواها اللومين. هنا في نفس الصوره في على فكره برونكيال باتن، شايفاها الحته الصغيره دي اللي هنا، عباره عن خط بس رفيع دنس او اوبيك، وفي النص في لومين اسود، تمام ده الفرق بين النوديولز والدونات شيب اللي هي البرونكيال باتن. لازم وانت بتكتب ريبورت لازم يبقى تكتب المسميات، ما تقولش دونات شيب يعني، قول مثلا برونكيال باتن، لكن ما تقولش مثلا شاليمو، قول اير برونكو جرام، لان في ناس يقول لي انا شفت شاليمو في الاشعه، لا قول مثلا برونكيو اير برونكو جرام، يعني دي الحاجات عشان تبسط لك المعلومه، بس مش حاجات علميه يعني، تمام صح، تقول اير برونكو جرام انترستيشال باترن structural pattern أو nodular pattern كده يعني. و يعني بوجه برضو رسالة زمايلنا اللي عندهم أجهزة أشعة، وفي ناس قريبين منهم بيعتمدوا عليهم في الأشعة، إن بعد ما يعني ياخد الشوت بتاع الأشعة يعني يعمل ريبورت لزميله عشان يوضح له بس إيه هو شافه إيه، لأن ساعات في زميل ما يبقاش مثلا عنده حتة ملكة او ان هو يقعد يذاكر اكس راي، بس انت كواحد متخصص في الاكس راي محتاج ان انت يعني تعمل له ريبورت فيه الكومنت بتاعك بالحاجات اللي انت محتاجها، بالحاجات اللي انت شفتها، عشان يبتدي ان هو يشخص، بيبتدي ان هو الدنيا مع يعني يبتدي ان هو يبقى الامور بالنسبه له احسن.
بس ان شاء الله بعد المحاضره دي باذن الله يعني هتلاقي الموضوع ان شاء الله يكون فارق معاك في حته التشخيص. حد عنده اي سؤال بخصوص محاضره النهارده في الثوراسيك راديوجراف؟ أنا فاتح المايكات لو حد لو الفيلم باهت يعني لايت، يعني معناها إن الإكسبوجر تايم مثلا كان قليل أو السيتنج بتاعتك كانت قليلة، تمام، فبالتالي تعلي الكيلو فولت. إنما لو الفيلم باين إن هو محروق أو أسود تقللي الكيلو فولت. مفيش مشكلة، هو كده كده المحاضرة كلها هتترفع إن شاء الله، يعني هي ريكوردد، فالمحاضرة كلها هتنزل إن شاء الله، يعني ممكن النقابة يعني تنزلها، ويعني إن شاء الله أنا برضو ممكن إن شاء الله بإذن الله أنزلها على اليوتيوب، على القناة بتاعتي على اليوتيوب. دلوقتي أستأذنكم جميعا، أنا مش عارف النقابة أعتقد معانا أكيد طبعا، هما طلعوا، النقابة طلعوا. طيب ده كده، ده كده البارت 1 بتاع الثوراسيك راديوجرافي. هنستأذن النقابة إن هي تحضر لنا ميعاد إن شاء الله، وليكن الجمعة الجاية لو مناسب معاهم، لو مش مناسب معاهم اللي بعدها أو أي جمعة تبقى الدنيا متاحة، ونشرح فيها الأبدومينال راديوجراف إن شاء الله. لينك القناة، حاضر، هبعت لينك القناة دلوقتي وهعمل ستوب، هعمل ستوب ريكوردينج دلوقتي، ستوب شيرينج، ستوب شيرينج، وادي القناة يا سيدي بتاعت اليوتيوب، هتلاقوا فيها محاضرات برضو بنزلها بس بالإنجليزي إن شاء الله. الفترة اللي جاية هنزل محاضرات بالعربي. حد عنده أي سؤال في أي حاجة إحنا شرحناها النهاردة؟ لو في مسافة بين الرئة والفقرات دليل على إيه؟ دليل على البلورال افيوجن، مظبوط. ممكن لينك التطبيق أو موقع اللي حضرتك تشرح منه. عينيا، حاضر. دلوقتي هعمل شير للسكرين بعد ما أبعت لكم لينك القناة بتاعتي. هو الدنيا مش عارف، البروسيسنج صعبة أوي يعني. View your channel. هذه الشانل بتاعتي. دي الشانل.
دي التشانل اهي، وهوريكم دلوقتي الريفرنسز اللي بتاعت اللي انا بشتغل منها. ادي اهي، دي الريفرنسز، هاخدهم كده ايه، كوبي وبيست، كوبي شات ده الموقع الاولاني اللي هو بيت ميد، ده موقع الجامعه اللي انا يعني هي عارضه اطلس كده للشكل النورمال لكل حاجه في الجسم يعني بالبوزيشنز بكل حاجه. وده اسم كتاب بسافر راديولوجي اند راديوجرافي، لو حد حابب يقرا اكتر في الاشعه، ده كتاب جامد جدا. في بعض الصور خدتها من موقع دي بي ام 360، وفي بعض الصور خدتها من الأسئلة بتاعت الزوكو. ممكن أشوف الترام، ترام باترن، الترام باترن، حاضر. الأسهل من الترام باترن، الأسهل من إن أنت تشوف الترام باترن إن أنت تشوف الدونات شيب. يعني الدونات شيب هو اللي بيبقى أسهل ومميز وما يلخبطكش مع البلود فيزلز. بص يا سيدي، ترام باترن دي خطوط بيضة رفيعة مثلا في الحتة دي، بس هي بتبقى قريبة جدا من شكل البلاد فيزلز الصغيرين. الدونات شيب دي سيجنيفيكانت أكتر منها، عشان ما تشوفش بلاد فيزلز صغيرة وتقول عليها دي ترامب باترن. لا، هي الدونات شيب هي السيجنيفيكانت واللي أنت بتدور عليها. جزانا وإيه؟ شكرا جزيلا لك. بإذن الله هيبقى في جزء تاني من المحاضرة دي.